وفي سياق ذات صلة عقد الرئيس الوطني لحزب الديمقراطيين والاشتراكيين جبريل حسين المرسال عقد حديثا صحفيا تناول من خلاله جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو والتي أسفرت عن انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد. حزبنا اتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين إيداس بقول فرحان ومبسوط بالنية المخلصة عن رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في النجاح الدبلوماسي الكنخلة أخونا التشادي موسى فكي محمد وصل في رأس عن المفوضية عن الاتحاد الإفريقي. أما فيما يخص النتيجة عن الختم الكن سواها الرئيس الدوري المارك عن الاتحاد الإفريقي نقول النتيجة دي إيجابية حتى بالظروف الصعبة الكن مرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والإرهاب. كل إدريس ديبي تنو قدر مشى الاتحاد الافريقي بنجاح تام. ونقول بافكار ميشيل دي ان مؤكدين تمام قدر تشادين اخرين كلها اللي عندهم الكفاءه والخبره بوصلوا لمناصب كبار ومهمه في المؤسسات الاقليميه والدوليه. وفي الاخير يزبنا اي دي اس بحني وبيبارك للرئيس الجديد عن المفوضية عن الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد